اللهم رب لك الحمد على هالمطرة اللي جتنا من يومين يا ابو يوسف، شو تقول عنها؟ والله الحمد لله استبشرنا فيها والناس كلها فرحانة بهالخير، والحلو انه صارت مثل شعار حملتنا خلها ديمة. خلها ديمة، انا اشبه الناس اللي كانت معانا بالعشرة ايام اللي فاتت بالديمة من تبرعهم من نشرهم لمشاريعنا اللي هم شاركوا فيها. احنا بعمر بسباق، ونتخيل ان السباق مراحل. احنا الحين في الثلث الأول اللي الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى إن الله وفقنا واختارنا واصطفانا من بين هالناس إن نتشارك في مثل هالحملات الخيرية ونجمع التبرعات لهالمشاريع والإنجازات اللي الحين ودنا نبشر الناس فيها. بيوسف أبيك تفرحني وتفرح كل المتبرعين اللي كانوا من العشرة أيام اللي فاتت بالمشاريع اللي تمت داخل الكويت. الديمة هذه يا أبو عمر اللهم بارك، يعني كان أثرها داخل الكويت وايد كبير، خاصة على الأسر المحتاجة. تخيل أن استفاد من ذلك الأبناء الأسر محتاجة حق الرسوم الدراسية، استفادوا ضعاف الدخل اللي مو قادرين يدفعون حتى أجاراتهم ومستلزماتهم الضرورية. وعندنا صناعي المعروف، فهم هذا من المشاريع اللي استفادوا منه داخل الكويت، والغارمين ما نسيناهم ما شاء الله. زي أنا بقولك عن خارج الكويت. حلو، عندنا المرحلة الأولى من دار الأيتام في الصومال، وعندنا دعمنا 7 مراكز دعوية في إسلامية في غريزية، وعندنا 8 مساجد في 8 دول. وكان عندنا استثمار مع الله سبحانه وتعالى. شلون؟ لما نحن قلنا وقفية حق بر الوالدين يهدى أجرها وتكون بر لوالديننا. وكذلك مشروع أو وقفية سهام الخير. اللهم لك الحمد. يا رب لك الحمد. زين، اللي ما شارك معانا بالأجر العظيم اللي فات هذا، شنو نقول له بالعشر الوسطى؟ احنا دائما نقول لهم بعمر شدوا حيلكم شدوا حيلكم. شدوا حيلكم معناتها تبرع ونشر. بس أنا يا أبو عمر الحين نبي ندخل على موضوع منو أكثر واحد فاز بسباق الخير، خلينا نقول هو البطل. أنا أتوقع المتبرع. لا لا لا، ها خلني أقول لك وأشرح لك يا يعني. يلا قولي. الفائز الكبير معانا في حملة سباق الخير وهو اللي اختار يكون متطوع معانا في فريق النشر. تخيلوا يا جماعة أن هذا لأنه قاعد ينشر بين أهله وأصحابه وربعه، هو صار معروف بالخير، حتى ان بعض الجروبات ممكن يقولوا له يا ابو فلان ترى اليوم ما نشرت لنا، احنا ناطرين منك مشروع سباق الخير. يا جماعه اسفل هذا الفيديو في رابط، هذا الرابط بدنا ننشره بكل مكان، نكسب اكبر عدد من المتطوعين معانا. وانت لما تفكر فيها، لما ينشر هذا المتطوع انت قاعد تاخذ اجره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. فوز معانا في حمله سباق الخير وخلها ديمه.